أوضح مدير مكتب العلاقات بهيئة السلامة الوطنية توفيق الشامخ في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث بأن الهيئة قد تعجز عن أداء عملها بالشكل المعهود بعد أن تعرضت سيارتان تابعتان للمكتب لأضرار ناتجة عن التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين عقب خروجهم من صلاة العشاء بالسلمان في مدينة بنغازي، مما يشكل عجزا كبيرا في أداء الواجب المناط بهم. نحن عند الآن ندق ناقوس الخطر في هيئة السلامة الوطنية، لأن نحن ما عادش عندنا إلا سيارة واحدة في الخط. يستر الله. اللي كانوا موجودين 6 أنفار استشهد منهم واحد والباقي مازالوا في المستشفى. موجودين في العناية المركزة. كان على الجرحى اللي حاليا من السلامة الوطنية اللي داخل مستشفى الجلاء، دخلت عليهم شفت حالتهم ولا ما زالت؟ نحن طبعا دخلت عليهم، في منهم اللي في من العناية المركزة وفي منهم اللي متعرض لعملية الكسور. لكن اللي استشهد شخص واحد. اللي هو شخص آخر وفيها طبعا 2 حالات بحرجة.